بس 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 على ايه ده ايه ده ايه اقعد انت اهو فسحه يعني كل واحد يقعد مكانه هنا ها والفسحه هنا كلمه ومحدش يروح للفسحه خلي عندكم كرامه فسحه ما تروحولهاش وهتقعدوا انتوا قاعدين هتقعدوا وهجيلكم الكانتين اللي هو كله هياخد اجباري واللي مش عايز يشتري حاجه من الكانتين ده يعمل ايه؟ الشراء هنا اجباري اه الشراء اجباري وفي عندنا هنا شارجة بعد تشارج عليك يا مستر اكس او 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 قلتلك مش هاخد وانتوا قاعدين اهو كانتين هيجيلكوا دلوقتي كله هياخد كانتين والمانما يعني حد اقصى حد اقصى الطلبات والكانتين عندنا ام سميره خش يا ام سميره سلميه يا سلميه ايه بقول لك اما تلاقوا خطر انا بقول لكم التحرير يلا يا بلدجيه الكانتين والشوكوك ممنوع والفصال مرفوع عندك ايه يا ام سميره بانجو حشيش وبيره تلاقيه عند ام سميره طب على الطلاق لو ما جبت بيره هفجر لك وشك ولا عايز ترامادول وبجنيه ونص بانجو لا والله يا زميلي ده مش موجود النهارده بكره تلاقيه ان شاء الله فيها شوكليت ام سميره دي يعني بتشتغل كده في الكانتينا عشان بنشغلها بالسخره عشان هي ما تدفعش المسامير لكن دي كانت احسن طالبه يعني كان الفصل كله ام سميره لوحدها ام سميره كنت اخش ادرس لهم بقى لوحدها واقعد اقول لهم بقى ايه وهي كانت متميزه لان هي كانت قسم كان عندنا لوحده وهي لوحدها ام سميره في القسم كان لوحدها وقسم شرشحة وريهم كده يا بت حتة ردح مثلا يلا يا واد يا ضيع يا ضيع يا سكر يا أجر يا ريحة يا دليعة يا ابن مديحة ايه يا بت هلا هلا تجمع يا عم سمير يا واد ده عشان فضحتك وقالت ان امك اسمها مديحة اهبط اهبط يا ابني ده هو ده جرس نهايتي في فسحه خلاص بس افتكر انت يا ام مديحه ماشي يا ام سميره ايه ام مديحه يا ام سميره اقعد يا عم ابو لسان اقعد يا عم هدرس لكم درس جديد دلوقتي عايزكم انتوا بتبرشموا ها اديته ايه دلوقتي؟ اديته يا عم قلز قلز؟ اه بتبرش مقلز اه يا عم اه بتبرش مقلز ماشي اصبروا بقى عشان ادخل لكم على درس فيه ربط ايه ده؟ ودي حصة ايه دي يا مستر اكس؟ مش تصبر اما اربط الاول عشان بتاع الكابتن اه مسرعين مسرعين يعني كله عايز يبين انه حافظ اه ده حصه ايدي بقى يا مستر اكس ايوه حصه التاريخ يا ده مش فرعون اهو اه بحس التاريخ ماشي ايه ده
بصوا بقى، انا النهارده هدرس لكم تاريخ البلطجه، لان البلطجه دي نشأت في مصر من زمان، من ايام الملك بلطجيوس. ملك بلطجيوس هو اللي انشا دوله البلطجه. يعني مين الملك بلبطيوس ده؟ لا، بلبطيوس ده اللي بتلبسه. بلطجيوس ده اللي انشا دوله البلطجه، وده كان اول واحد راح حاصر مدينة الإنتاج الفرعوني. وكان هو هناك في ملكة اسمها الملكة هميس الحديد. ملكة هميس الحديد يالا، اللي هي مرات منقرع حديد. اللي هو بتاع أوربت. راحت اداته سكه، يعني واخد بالك، الملك بلطجيوس، فهو كبرت في دماغه. فراح قال معقوله؟ وراح بقى ايه، كان مصاحب بنت تانيه اللي هي الملكه كليوباترا. بس هي كانت كليوباترا فرد. فهي كان بتقعد تلف له بانجو، وهو بيقعد يضرب بانجو لغايه اما البانجو كتم على نفسه واتكى على الله. وكده سقطت دوله البطارقه الحمد لله. وفي بق بقى فرعون اقول لكم عليه، ما حدش يقول لكم عليه خالص غيري. قول يا معلم. عارفين الهرم ده اتبنى ازاي؟ ما اتبناش بالسخره. ما يا ايه ده؟ ما اتبناش بالسخ. كان في واد معاكم ده بيطلع لسانه فين؟ فالملك بقى ايه؟ الملك بقى اللي هو احنا وصلنا لنا حته. ايوه. فكان بقى ايه الهرم ده؟ كان بيعملوا ايه بقى؟ ايه؟ بقى ما تبقاش بالسخره تبقى بلطجه. هو يعني ايه هرم اصلا يا مستر اكس؟ هرم يا عارف انت اخ شاعر هرم عند كازو الليل معايا عند فيصل في ميكروباص مش في هناك كده هو هرم على شكل جبنة نستو معفنين هو ده ايوه مش بتاع الفراعنه الله ينور عليك الواد ده ايه ده المهم فايه الهرم ده بقى كان بيتبني ما اتبناش بقى بالسخره لا ده كان اللي بناه بلطجي كان من نسل السمان بلطجي من نسل السمان كان اسمه منعم منعم ايه يا معلم انا اسمع ان اللي بناه بلطجي كبير قوي اسمه خوفو خوفو يا هو اسمه منعم اسمه منعم اللي كان بيقطع الهرم كان بينزل من خوفو